السلام عليكم يا جماعة، أنا أحمد البلوشة، واليوم راح نسوي لكم حديقة الزهور. فراح نلزق، يعني راح كيف راح نسويها؟ راح نشيل أخشاب آيس كريم، راح نلزقها على النقطة، نحط عليها قلوة نلزقها عشان تكون ثابتة، وبعدها نحط عليها الزهور. والحين يا جماعة راح نحط الأوراق الشجر. أول واحدة راح نحطها هني، أول واحدة تمت بنجاح. راح نحط الثانية، ثانية حطيناها، الحين حطينا ثالث واحدة، باقي آخر واحدة، حطينا آخر واحدة. والحين دور الزهور والأوراق، راح نحطها. هذه الكبر مش مثل هذه الصغار، هذه الأكبر رتبتهم على الشكل عشان تكون ضابطة ما أنسى مكانهم. هذا ما تحتاج قلوع لأن فيها لزقة، بس راح نشيل اللزقة. نشيل اللزقة ونحطها. نحط حلق صغير. الحين نبدأ في هذه، أسويها بترتيب. والحين راح نفتح هذه، فتحناها وراح نحطها هني. الحين راح نفتح هذا بعد الحمرة، حطينا ثالث واحدة. الحين راح نحط الزهور، وهذا نهاية الرسم يا جماعة. أتمنى تكون تعجبكم يا جماعة، قبل ما ننهي المقطع، لا أتمنى تشوفوا المقاطع اللي أنا أنزلها، وفعلوا جرس التنبيهات عشان اي مقطع انزلها تجيلكم. ولا تنسون اللايك والاشتراك، ومع السلامة. هذا نهاية المقطع، يلا.